السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو قصير جدا، بس حتى نوضح، احنا وضحنا في المحاضرة اللي سميناها very very important، انه شلون نسوي الكونفيجريشن وكذا. غلقت اني اي الكونفيجريشن عندي اللي اشتغلت عليه، جيت هنا سويت ريزرفوار نتوركر، فعلت ما اعرف ايش، اجي هنا يقول لي اني شو ما لقيتهن، ما موجودات. زين شلون؟ هل راح شغلي؟ لا ما راح. تروح على النتورك تقول له اوبن، تفتح النتورك، شنو انت مسميها، تمام، تاخذ الاسم مالتها تقول له اوكي، يطلع شغلك كله موجود. فمو معناها انه من ما تلقاها شغلك ضايع، لا، انت على شنو قاعد سويت نتورك؟ انت بالبدايه سويتها نيو بالبدايه، بس اذا مثلا اضطريت لفتره معينه تغلق شغلك وترجع ورا فتره تفتحها وما تلقاها، فتروح لها من نيو تفتح الملف، تمام عيني. هذا فيديو تعريفي انه هاو تو، يعني بصراحه ما اعرف شنو اسمه، احاول الاقي له اسم، بس هو قصير جدا لان وردني هذا السؤال وحبيت انوه عنه بشكل فيديو قصير جدا ايضا. واحنا نحاول اغلب المشاكل، مرات بعض المشاكل ان تكون موثقة في فيديو احسن، حتى انه تكون واضحة للجميع، يعني حتى يعني شلون انه ما يواجه بها مشاكل اخرى وغيرها، وهاي الامور ان شاء الله يكون واضح امامكم. اذا واجهتكم مشكلة اخرى ايضا دزونا اياها، ان شاء الله نحاول نشوفها، اذا تحتاج توضيح بنسويها لكم فيديو ونرسلها لكم. نلتقي بكم ان شاء الله على محضر الفيديوهات القادمة. دمتم بامان الله وحفظه.